يلا واحد اثنين ثلاثة سلام سلام على الناس الأول يا عم واحد السلام عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل بقى السلام عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل كده هبدا بس رجعنا لكم انا وانا منير وانا ميدو منير طبعا انتوا سألتونا ما نزلناش ليه اخر 3 ايام ليه بقى عشان كل اللي احنا قلناه حصل احكي لي يا محمد رمضان قلت لك ايه اخر مرة هيكون بيحب واحدة بعد اتجوز واحد تاني هيوريها بقى الوش التاني بعد كده جعله مسدولة زي الكلبة كده ابوه مات خلاص ابوه مات بدري انا توقعت ابوه يموت في النص مهند انا عندي سؤال ايه رايك في المسلسلات لغاية دلوقتي اتفرجت على كل المسلسلات تقريبا عارف احسن حاجه عجبتني ايه رامز جلال مبدئيا يا جماعه الممثلين في مسلسل البرنس يعني بصراحه عاملين شغل عالي قوي تمام مبدئيا يا جماعه الممثلين في مسلسل البرنس لكن انت سمعت ان هم عايزين يقفوا برنامج رمز بص هم مبدئيا انا بحب بجد بحب اشوفه يعني بشوف ان هو بيعمل حاجات جديده حتى لو هم بيمثلوا او كده اشوف بيعمل حاجات جديده ليه بقى بتحبه؟ بيضحكني يا جماعه مبدئيا كده انا هقدم البرنامج النهارده لان مهند عنده ظروف طبعا انتوا عارفين ايه هي الانتاج مش هيسر مزيف القناه الاولى مرتضى منصور لا بقول لك انا لسه راجع مين اكتر واحد عاجبك في مسلسل البرنس؟ الداش اشمعنى بقى؟ تاني يابا راجعين غنوا الليله ليله ولا الف ليله طب انت تفتكر الناس اللي بيروحوا رامز عارفين؟ خضتني يا رامز لا يا عم انت بتقول متكرر وما متكرر نادي كريم مش دراما السنه دي طلع نصابه من بولاق ولا مش عارف منين واسمه ايه كريم سليم مين لا واحد صاحب كريم سليم صاحبك اسر ياسين مسلسل فالنتينو المسلسل الوحيد اللي بيعجبني عشان عادل امام طبعا الحاجه الوحيده اللي مش تعجبني في المسلسل ان هو ما بينتهيش بكليف هانج صرف باين يا ماما ما بينتهيش بحاجه تخليك عايز تتفرج على الحلقه اللي بعدها ايه رايك في مستوى الممثلين السنه دي حاجه خيت خيت خيف والفظيع يعني ايه خيت 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 ايه رايك في مستوى الممثلين وطبعا ما عنديش رمضان من غير السقطات الفنيه السقطات الفنيه زي ايه مثلا ياسمين صبري عملت حادثه بالعربيه اتقلبت 17 مره طلعت واخده بوسه في محمد رمضان ابو هشيم محمد رمضان بقى صلح عربيه كيا طلعها هيونداي تاخده طنط اتفضل بسكوت هنصور يا جماعه بصراحه مسلسل الاختيار ده عامل شغل عالي قوي جايب بصراحه جاب اسر ياسين وموته وجاب كمان محمد امام وموته وجاب كريم محمود عادل تقريبا جاب كل ابناء الممثلين وموته مش ملاحظ حاجه السنه دي يا مون ايه بقى هو فين بيومي فؤاد صدق سؤال ده حلو هو فين بيومي فؤاد فعلا مش هو فين بيومي فؤاد يا جماعه يا جماعه قولوا لنا بيومي فؤاد في اي مسلسل وفي اي حلقه عشان نتفرج عليه لان انا بصراحه لغايه دلوقتي لسه ما هو كان كل سنه بيفاجئنا ان هو في كل المسلسلات السنه دي فاجئنا ان هو مش في كل المسلسلات شكله مختار حاجه معينه وفي نهايه حلقتنا عايزين نسالكم سؤال وتردوا علينا في الكومنت مين الممثل اللي غاب عن رمضان السنه دي وكان نفسك مين ما ترد يا ابني مين وفي النهايه نتمنى تكونوا بتاعته في الحلقه صوتوا معانا وياريت كمان تختاروا لنا مسلسل نتكلم عليه باستفاضه الحلقه اللي جايه حلو استفاضه مش بس انت ماشي كده ايه تعمل سبسكرايب تعمل لايك تنزل تكتب لنا كومنت كده في اللي احنا قلناه ده الاسئله اللي احنا سالناها وتفعل الجرس كان معكم مهند منير وميدو منير من برنامج هبدو بس